السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته من قناه ايا اس تي في. معكم ام نريمان. اليوم راح نديروا مع بعض بريوش السحري. علاش سماوه البريوش السحري؟ خاطرش يتخدم داخل لي ساشي، ما ديري لا روبو لا يدك لا حتى حاجه، نخدموه داخل اكياس الشواء. هادوما ني نديروا فيهم الدجاج ولا الزيتون ولا حاجه نطيبوها في الفرن، راح نخدموها بهم. وهنا كاين اخوات، انا كنت ديجا درت الطريقه هاديه وريتها لكم باش تعجنوا في كي تكون عندكم حاجه جاريه كيفاش تعجنوها داخل الاكياس. كاين اخوات رفضوا الطريقه، قالوا لك الاكياس باللي مضره للصحه. صح انا راني معكم، الاكياس مضره للصحه بصح كي تحطي فيها حاجه سخونه وتخدمي. انا تما العجينه كانت بارده، حطيتها داخل الكيس، كيس تاع الخبز عادي ماشي هادوما، ومن بعد خدمت فيها هذيك العجينه وخدمتها. بصح كي تكون العجينه سخونه وتخدمي فيها تما تكون مضره للصحه. صح هذه عندكم الحق فيها، من صح انايا خدمتها بارده وعجنت. ما نقدرش نعطيكم حاجه صدقوني اللي تضركم، وانا وحده راني نعطيها الافراد العائله تاعي ياكلوها. وفيما يخص هذا البريوش، بما انه فيه الحليب دافي وفيه الماء دافي، لازم تستعملي الحاجه تاع الفرن، ما لازمش تخدمي في الاكياس هذوك. نبداو على بركه الله. بسم الله، قبل كل شيء المقادير تاع هذا البريوش. عندي لهنا 3 كيسان فرينه مصيرين، نص كيس خميره الحلوه، عندي لهنا نص كاس زائد زوج مغار هكذايا يكونوا معمرين مليح تاع الزيت هكذا. حطيت المغرف الاولى وهذه الثانيه باش نوري لكم برك كيفاش ديرو، ونسي نعطيكم مقادير مضبوطه. وهنا ثاني عندي نص كاس تاع حليب زائد زوج مغارف، نص كاس تاع الماء زائد زوج مغارف، نص كاس تاع السكر، هنا ما تزيدوش زوج مغارف. عندي لهنا مغرف خميره الخبز تكون معمره، عندي بياض بيضه والصفر للدهن، وعندنا لافاني والملح نملحو عادي. نبداو على بركه الله. بسم الله، خدي لهنا كيس من الاكياس هادو تاع الشواء وحليها هكذايا وحطي فيه، حطي الزيت حطي الحليب يكون دافي، ما تحطيش يكون سخون ولا بارد، لازم يكون دافي باش الخميره تتفاعل، ما تحطيش سخون بزاف باش الخميره تانيك ما تموتلكش. زيد الكاس تاع الماء هذاك، ماشي كاس، نص كاس قلت لكم زائد زوج مغارف، الا السكر حطي نص كاس. زيدي بياض البيضه، زيدي هذيك نص باكي تاع خميره الحلوه، مغرف معمره مليح تاع لافاني، نحطوا الفرينه تاعنا، حطي كامل المكونات بصح روحي بالتدريج هكذايا بالعقل برك. وفي الاخير زيدي الخميره تاع الخبز هكذايا وملحي. تحي قيس هذوك 3 كيسان تاع الفرينه، وتقدري تنقصي شويه باسكو راهو بريوش ما لازمش يجي كيما الخبز. حطي هكذايا هاي ليك، من بعد طلعي الساشي تاعك شدي هكذا في يدك، ما تزيريش عليه، شديه وبداي خلطي لهنا غير بالعقل هكذا حتى يندمجو كامل المكونات تاعك. كيفو ندمجو كامل العناصر هكذا في بعضهم، سيي هكذايا شدي هذا الغلاف بصح ما تزيريش بزاف، خلي هكذا يتنفس وسيي عجني هكذا شويه ماشي بزاف، ما تزيريش يدك على الساشي بزاف هكذا، ها غير ديري في قبرك راكي تعجنيها هكذا. نعجنو العجينه السائله بزاف، نعاونو روحنا هكذايا غير بشوية باش ما يقطعلك الساشي، شوية برك وحبسيها هكذا. إن فوا تعجني شوية راكي تحصلي على هاد العجينة تكون هكذا سائلة. دوك واش ديري؟ كليها برك هكذايا
ما تسهلك وخليها في ان ريسيبيون وخليها حتى تخمر حتى تشوفيها طلعت ملح ملح ونكملوا التتيمه مع بعض. هاديك العجين تاعي لهنا بعد ما خمر انا لهنا سرعت له التخمار كيما موالفه ندير ان ريسيبيون حطيته حتى ولا الماء تاعي سخن ملح ملح حتى ولا يدير فقاعات ومن بعد حطيت هذا الريسيبيون فوق هذاك الريسيبيون وخليته حتى خمر لي. دوك لهنا حكميه ونحي الساشي وخدمي اي نوع تاع البريوش راكي حابه تكوليه. عاوني راحت لهنا بشويه تاع الفرينه باسكو لاطا تاعو تكون كي شغل سائله ما تخافيش منه كامل هكذا حكمي قلبي وخرجي العجين تاعك فاسيما. خدي تعاوني روحك بالزيت ما تخدي تعاوني روحك بلا كوباس باش العجينه هذه تجي بزاف سائله. انا حبيتها هكذا سائله ثاني باش البريوش تاعكم تجيكم خفيف ما شاء الله. اللي تحبوا شاد روحو شويه على هكذا تقدر تزيد كاس تاع الفرينه ولا نص كاس. هذيك العجينه تاعي بعد ما نحيتها من الساشي تاعها دوك لهنا رشي عليها هكذايا شويه تاع الفرينه باش تقدري تتعاملي معها باسكو راهي جاريه بزاف. علاش انا ما حبيتش نكثر له الفرينه في الساشي على خاطرش دوكا نقدر نزيد له ونخدم بها. هاوليك هكذا قلبيه زيدي ديري من الفرينه كي تنحي من الساشي تقدري تستعيني تانيك بالفرينه وتخدمي وتنحي ترشي هكذا الفرينه على الساشي وتنحي العجينه تاعك هايلي وعاوني روحك دائما بالفرينه. ها شوفي كيفاش يجيك ساهل زيدي له لهنا ما تخافيش. ها شعليه تكثري ما حصل والو. ومن بعد لهنا شكلي اي شكل راكي حبتو راكي حبتو ديري لامونه حابه ديريهم قريصات صغار حابه ديري بريوش كبير حابه تحشي حابه خليه تنحي كيما تحبي ديري. انا راح نديرهم قريصات صغار هكذايا هنا تقدري تحشيهم تاني بالشوكولا ولا عندك لاكريم باتيسيير ولا كيما تحبي ديري قطعيهم لو نوبر اللي تحبي نتيا ودائما عاوني روحك بالفرينه ما تخافيش ما لقيتيها جاريه بزاف رشي شويه تاع الفرينه وخدمي. وهنا دوك استعيني بالزيت كي تقطعيهم هكذا دي مورسو احكمي الزيت هكذا في يدك وشكلي وحطيهم اما في سنيوه فيها بابي كويسون ولا دهنيها بالزيت مليح ورشيها مليح مليح رشيها مليح مليح بالفرينه نحي شويه ليكسي وحطيهم هكذا باش ما يلصقولكش. انا راح نديرهم قريصات هكذا وندير شويه طوال نحطهم في سنيوه نخلوهم ندهنوهم بهذاك صفار البيض نزيدوا له شويه تاع الحليب ولا تقدري تزيدي له لافاني ثاني بشويه حليب شويه فاني وتدهني البريوش تاعك عادي نخلوه يخمر ونطيبوه كيما نطيبو البريوش عادي. انا درتهم هكذا شويه صغار قريصات صغار ومن بعد كي يطيبو نحب نحشيهم نحشيهم نحب نخليهم هكذا نورمال. انا دوك نكمل كامل هاد العمليه نشكلهم ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. انا هنا شكلتو على شكل خليه النحل وحكمت لهنايا صفار تاع البيض تاعي حطيت له الحليب ودوك علي بديت نزوق فيهم هاوليك ودوك نخليه لازم يخمر مليح مليح خاطرش خليت النحل لهنايا تكون شويه هاي لكن هنا تسمى شويه بومبي لازمها تخمر مليح باش تجي خفيفه لداخل. والفول تاعي نسخنو مليح مليح ثاني لازم يسخن على اقصى درجه ومن بعد نقص له ونطيبو كيما نطيب البريوش تاعي. كل وحده والفول تاعها انا مولفي طيبه لي على 150 درجه نحطو على 150 درجه. هاوليك البريوش تاعي بعد ما طاب انا بدات هاد البريوش السحري نحب نديرو اما خليه نحل ولا نديرو بريوش كيما البريوش السائل سنيوه وحده ونخبزها ولا نديرو لامونه والتزيين لهنا يبقى اختياري. تحبي لهنايا ديري ثقب لداخل اما مغرف تاع الحطب هكذا الراس تاعها اللي يكون رقيق تثقبي وتعمريه بالشوكولا بلا سيرانغ ولا ب اون بوش ادوي اللي عندها يندوي هكذايا تكون رقيقه تقدري تدخليها لداخل تعمريها بالشوكولا ودردري من الفوق سكر كلاصي بعد ما تدهنيها بالكونفيتور ولا بالناباج ولا تخليها سامبل ولا كيما تحبي. دوك تزين لهنايا يرجع ليه كيما تحبي ديريه. انا دوك واش راح ندير له راح نمسحو بان فو ناباج تانيك وندرد عليه شويه سكر وخلاص. بصح هاد العمليه ديريها بعد ما يبرد تماما وطياب تاعو كون طيبتو على 150 درجه
باش يطيب ليه مليح الداخل ويخرج ليه خفيف. انا البريوش دائما نطيبو على درجه حابطه باش يطيب مليح ويخرج خفيف الداخل. دوك نقسم معاكم طريف، تشوفوا كيفاش جا الداخل، شوفوا كيفاش يخرج. هشيش ما شاء الله، على بها سماوه بريوش سحري، يعجن روحو بروحو. تحطي كل حاجه داخل صاشي، تخلطي برك وتشكلي كيما قلت لكم. تزين هنايا يبقى اختياري كيما تحبي ديريه. دوك ما بقى لي غير نقول لكم لا عجبتكم الوصفه ديروا جيم لا فيديو، ابوني للقناه باش يوصلكم كل جديد تاعنا، وبارطاجيو هذه الوصفات عبر المواقع الاجتماعيه. والى اللقاء في فيديو واحد اخر ان شاء الله.